آخر محور حنناقشه اليوم وهو محور مهم جداً اسمه Confidence Interval. Confidence Interval. ركزوا معي لأنه سهل جداً بس في حاجة عاوزين نركز فيه سوياً. Confidence Interval. الآن خلكم معي. إحنا لما نعمل بحث نروح للpopulation ونأخذ سامبل، صح؟ النقطة اللي نشير نتفق عليها اليوم وما يكونش فيها أي خلاف بالمنطق بدون ما حد يقول لنا أكيد السامبل نتائج السامبل هذه حنطبقها على ولا ما فيش معنى للبحث العلمي خالص. إيش الفائدة إن أنا أعمل بحث علمي أنا وعلى السامبل حقي بس إن لم يكن البحث العلمي ذا اللي هعمله أنا إنه حيرجع نطبقه على البوبوليشن لا معنى له، صح؟ قولوا صح. تمام. طيب الآن مثال بس عشان نطلع الكونفيدنس انترفال ونفهم مفهوم الكونفيدنس انترفال. لو عملنا دراسة الآن حقيقية على الحاضرين اللي هم تقريبا 100 في القاعة دي، 100 شخص، عاوزين نعرف المتوسط المين للوزن حقنا اللي هنا موجودين كلنا. فعملت الدراسة أنا وطلع الوزن حقنا المتوسط 50 كيلوغرام، افترضوا كده 50. جميل. الآن لو حد ثاني عمل الدراسة، الدكتورة سميرة ولا الدكتورة سلوى ولا الدكتورة ميسون، عملت الدراسة نفسها على نفس البوبوليشن هذا، هل تتوقعوا انه حيطلع 50 بالضبط؟ اللي يقول لا يرفع يده. حيطلع 50 بالضبط؟ طيب ارفعوا يداتكم. تمام. طيب السؤال لكم لكلكم اللي يرفعوا يدكم، ليش ما طلعش 50 بالضبط؟ واحد على واحد واحد، تفضل. ها؟ سامبل مالها؟ طيب ممتاز، خلوني أجاوب على واحد واحدة، كلامه صحيح. طيب لو قلت لك إنه السامبل حسبناها بشكل صحيح، اللي أنا عملتها واللي الدكتورة سميرة عملتها واللي الدكتورة سلوى عملتها واللي الدكتورة ميسون عملتها، السامبل عملناها بشكل صحيح، هو كلامه صحيح، قد يكون يختلف الآتي، رحت عملت أنا اللي موجودين هنا كلهم وطلعت حقهم المتوسط الوزن، أكيد حيختلف لو حد عملها، لكن لا عملنا طريقة حساب سامبل سايز بشكل صحيح، حيختلف؟ أكيد حيختلف. ها قولوا حيختلف، تفضلي. ميزان والله زي ما يخرش المية، ميزان. تفضلي. يعني حيختلف ولا مش حيختلف؟ طيب لحظة، هو السامبل دي متى نشك فيها؟ نشك فيها في أمرين معينين. الأمر الأول، لما زي ما قال إنه السامبل سايز مش محسوبة بشكل صحيح، صح؟ الأمر الثاني إنه ما اتخذتش بشكل صحيح، ما كانش فيه سامبل راندم سامبل في أخذها، لكن لو عملناها حسبناها بشكل صحيح وعملنا راندم سامبل بشكل صحيح، هل حيطلع 50 كيلو بالضبط؟ لا. ليش؟ يعني قربت. رضوان هذا البوبوليشن، هذا هو، هذا ال100. هو حتختلف. اساعدكم 100% حتختلف، بس ليش؟ سلوى صحيح. طيب هي نفس الكلام اللي قلته بس انا اقوله بشكل علمي. الخلاف ناتج الصدفه. ايش ناتج الصدفه؟ السامبل حق اللي جمعتها دخل واحد فيها من الافراد البوبوليشن ذا وزنه عالي، خبط الامور. خرج واحد منها دخل واحد وزنه قليل، خبط الموضوع. فمش حتحصل بالضبط، حتحصل قريبه صح. وبالتالي هنا في حاجه معانا بنسميها للتشانس، اللي هي الصدفة، والصدفة لا يمكن منعها ولا يمكن علاجها، ما نقدرش خالص. ومن هنا جاءت فكرة الكونفيدنس انترفال. إذا الآن نقول الآتي، لو عملنا الدراسة 50، واحد عملها ثاني يمكن يطلعها 54، واحد ثالث يمكن يطلعها 49، واحد يطلعها 51. طيب احنا قلنا انه قد يكون السبب عشان السامبل سايز، قد يكون السبب انه ما فيش اختيار راندم سامبل بالنسبة لعينة البوبوليشن، والأمر الآخر اللي هي المشكلة الأساسية، لو ضبطنا الثنتين الأوليتين قد يكون المشكلة في التشانس. طيب إيش الحل؟ الحل قالوا العلماء نطلع رينج. الرينج ذا هو عبارة عن الكونفيدنس انترفال. طيب الآن أيهما أفضل؟
أقول إنه المتوسط الوزن حقنا في هذا البوبليشن في الدراسة هو 50 كيلو جرام وواقع بين 45 و55. ده هو الأفضل عشان نخرج من ما نسميه بعملية بالشانس اللي حتحدث. هذه على فكرة شيء إحنا أسلوب نمارسه دائما في حياتنا. الآن أنا أسافر مثلا كثيرا، لو حد يقال لي مثلا أنت تسافر مثلا في مصر كم أنا حصرف في اليوم، أيهما أفضل، أني أقول له رقم واحد ولا أقول له رينج؟ فكل ما قلت له أنت حتصرف من، شكرا جزيلا، كل ما قلت له حتصرف أنت من 300 إلى 500 جنيه أفضل. هذه النقطة الأولى. الرينج ده بحان ساعات ما يكون لهش معنى. لو واحد سألني كم حتصرف، قلت له أنت حتصرف من 3000 إلى 10000، آسف، من 300 إلى 10000، إيش رأيكم؟ رينج ما لهش معنى خالص، أحسن ما كانش يقول الرينج ده خالص. فلا بد أنه يكون الرينج بحاجة معقولة. فإذا ما هو الكونفيدنس انترفال؟ الكونفيدنس انترفال هو إحداث رينج. الرينج ذا نقول إنه هو عامل الثقة اللي نثق فيه إن النتيجة حتكون، نتيجتنا طلعت كذا والنتيجة حتكون بين كذا، lower limit و upper limit. إذا ببساطة الكونفيدنس انترفال هو إتز رينج فاليو لها lower limit ولها upper limit. كيف نحسبه ذا؟ كيف نعمل له calculation؟ كالآتي. بالنسبة للمين، ها ركزوا، لأنه في other production or producing confidence interval by other equation، لكن بالنسبة للمين في حاجة بنسميها الستاندر ايرور اوف مين. الستاندر ايرور اوف مين ايش معناه؟ هو يقيس الفاريابيليتي بتوين الترو مين حقي اللي طلعته مع الاذر مين لو اتعادت الدراسة، بس هو ما يعيدش الدراسة، هو يتخيل ان الدراسة تعاد. وفي معادلة نحسبها حوريكم اياها سهلة جدا كيف نطلع الستاندر ايرور. تعالوا نشوفها. الستاندر ايرور اوف مين هو عبارة عن الستاندر ديفيشن على جذر العينة، على جذر السامبل سايز. يطلع لي قيمة الستاندر ايرور. الكونفيدنس انترفال اللي حيطلع القيمة الحقيقية هو واقعة بين هذا الليفلز، بين التو ليميتس، اللور ليميتس والابر ليميتس. شوفوا المعادلة دي حنعوض فيها الآن. طبعا احنا مش اتفقنا قبل شوية انه 1 ستاندر ديفيشن هو عبارة يمثل 68% و2 ستاندرد ديفيشن تمثل 95، فاحنا عاوزين الثقه حقنا تزيد، فنخليه 95 نضرب الستاندر ايرور في 2. مش حتطلع قيمتين للستاندر ايرور، حتطلع قيمه للستاندر ايرور مره انقصها من المين ومره ازودها على المين. لو ما نقصها من المين حتطلع لي لوور ليميت، ولو ما ازودها مع المين حتطلع لي ابر ليميت. طيب تعالوا نضرب مثال. قبل ما نضرب مثال زي ما قلت لكم قبل شويه، اذا وسع الانترفال ما عدش معنا خالص. فشافوا العلماء انه افضل انترفال هو 95. ما معنى 95؟ انه الوزن حقي انا 50، لكن انا واثق بنسبه 95% انه لو تعادت الدراسه دي حيكون الرينج ما بين هذا وهذا اللي قلنا 45 الى 55. هذا لها مفهوم. المفهوم الثاني انه لو تعادت الدراسه 95 مره مش حيخرج عن الرينج اللي حددته. جميل. تعالوا نضرب مثل عشان الامور، خلاص هعيدها. تعالوا نضرب مثل الان 72% زائد او ناقص 8، هذا الوزن لنفترض للبوبليشن حقنا. الان احنا مش قلنا انه عشان نطلع الستاندر ايرور نجيب الستاندر ديفيشن، كم هو الستاندر ديفيشن؟ قسمة ال 100، كم الجذر حق 100؟ 10. تمام. تعالوا نشوفها هي قدامكم، 8 على 10، اذا 8 من 10. 8 من 10 احنا واقعة في 1، احنا قلنا نضربها في 2 عشان تكون الثقة 95. فتعالوا شوفوا اهي 2 في 0.8 حتكون 1.6، صح؟ مش كان حقها متوسط 72؟ 72 ناقص 1.6 حيطلع كم؟ 70.4. 72 زائد 1.6 حيطلع 73.6. اذا حق الرينج هو واقع 72، وواقع بين كم؟ بين 70.4 الى 73.6. نعبر عنها بالاتي: المتوسط حق الوزن حق الدراسه حقي طلعت 72 كيلو جرام، انا واثق 95%. شوفوا التعريبي، انا واثق 95% ان الرينج حقي لو حد عاد الدراسه انه حيكون ما بين 70.4 الى 73.6. ومن هنا في اي دراسه فيها بريفلنس ضروري نعمل كونفيدنس انترفال. انا طلعت بريفلنس لديزيز معين 6 ولا 4 ولا 2، كم لو حد عاد الدراسه اطلع الكونفيدنس انترفال ان الرينج حيكون ما بين كذا وما بين كذا، وانا واثق كم؟ 95%. جميل.
طيب أعيدها بس أقرأ لكم. This means that if we take a sample from the same population, نفس population طبعاً اللي عملنا عليه دراسة, we are confident 95% of these samples would be expected to have mean value between 70.4 to 73.6 kilogram. دي نقطة في منتهى الأهمية بالنسبة لل confidence interval. طيب تعالوا نعمل مثال آخر. إنه systolic blood pressure كان 130 مليمتر زئبقي. الستاندرد ديفيشن طلع حسبناه. ستاندرد ايرور اوف مين طلع 5. الان الخمسه لما اكون اقول 95% كونفيدنس انترفال ما معناها؟ اثنين ستاندرد مين والاثنين ستاندرد ايرور. مش حنضرب ذا في كم؟ في اثنين. فلو سمحتوا اضربوها وطلعوا لي الكونكلوجن. اضربوها وطلعوا كم المتوسط وكم الفاليو وكم الرينج الفاليو. طيب لما تطلعوها عاوز واحد يعمل لي تعبير عشان اثق انه المعلومه وصلت لكم. اشتري واحد يعمل لي الانتربريتيشن لها. يقراري الان. انا طلعت السيستوليك بلاد بريشر كان 130. عملت الستاندر ايرور اوف مين طلع 5. عاوز اكون اعمل ليفل اور كونفيدنس انترفال واكون واثق فيه 95%. فتفضلوا. تفضلي. لو سمحتوا اسمع. ممتاز. يعني في نفس البوبوليشن. ممتاز. حيكون الرينج من هنا لهنا. رائع جدا. طيب اهو قدامكم الان شايفين. اذا 10 مش كان 5 الستاندرد ايرور اوف مين؟ ضربته في 10 ف 130 ناقص 10 و 130 زائدا 10 فحيكون الرينج كذا. ان المين حق السيستوليك بلاد بريشر كان 130 بس انا واثق 95% انه لو عادت الدراسه في السيم بوبوليشن حيكون الرينج حقه من 120 الى 140 ملم زئبقي. واضح؟ ممتاز. طيب الان هذا اكسرسايز لكم وش تطلعوا حاجه منه. الاكسرسايز يقول ايش؟ المين ايج ل 1000 عينه ل 1000 رجل كان 35 ونفسه المين ايج كان 35 ل 100 والستاندرد ديفيشن كان 10. فلو سمحتوا احسبوا لي قدامكم معادله. احسبوا الستاندرد ايرور اوف مين وطلعوا لي الانتربريتيشن حقها. بس العينة فقط اختلفت العينة. الستاندر المين ثابت 35 زائد او ناقص 10 بس العينة مرة 1000 ومرة 100. وخرجوا بالكونكلوجن اللي عاوزينها. بس عشان ما اغلبكمش اعطى لكم الجذر التربيعي يا شباب. ها الجذر التربيعي. الجذر التربيعي ال1000 حيكون 31.6 والجذر التربيعي 110. اسهل الامور. انا واثق 95%. المين حقي هو 35 لكن انا واثق 95% ان الرينج حقي لو عيد الدراسه حيكون ما بين كذا وكذا. هذا الستاندر ايرور حق ال1000 طلعت 0.3 صح؟ قولوا صح. ضربناها في 2 0.6 حتطلع الرينج على كذا صح؟ اذا من 34.4 الى 35.6 صح؟ لو سمحتوا احفظوا الرقم هذا لان احنا عاوزين نعلق عليه. جميل. هذا لما كانت العينه 1000. طيب تعالوا شوفوا ابو 100 مش واحد طلع؟ حيكون 33 37. طيب انا الان عاوز الانتربريتيشن مقارنه بالحالتين. تفضلي. كل ما زاد حجم السايز كل ما كانت النتيجه. انت برافو عليك. هذا اللي عاوزين نوصل. كلما زادت السامبل سايز كلما قل الرينج وهذه اوقع. وكلما قلت السامبل سايز كلما زاد الرينج. وذلك بعض الاحيان ممكن يزيد الى حد ما عندوش معنى خالص. ولذلك دائما كلما تكون السامبل سايز عاليه كلما الرينج حقك يكون قليل. دي بالنسبه للكونفيدنس انترفال. طيب لو سمحتوا اخر حاجه. لما نقول 95% كونفيدنس انترفال ما معناها؟ What does it mean? We are confident 95% that the real mean value within the confidence level or confidence interval. طيب تعالوا نشوف الكونفيدنس انترفال متى نستخدمه. في 4 important values نستخدم فيها الكونفيدنس انترفال. اول امر وذي النقطه للاسف اللي ما نستخدمها خالص وهي غايه في الاهميه. لو ما اعمل اي ابيديمولوجيكال ستدي اعمل بريفلنس للديزيز اي حاجه بريفلنس لابد اني استخدم المين واستخدم 95% كونفيدنس انترفال. ولذلك قلناها واعيدها. لما اقول نسبه ديزيز الفلاني نسبته 3% افضل اقول 3% بيور ولا اقول 3% وانا واثق 95% انه هذا المتوسط حقه 3% والرينج واقع بين كذا وكذا. فبالتالي لابد ان تستخدم في الابيديمولوجيكال ستدي وحتعطينا معنى اقوى لما يكون الرقم بمفرده او الرقم لوحده. ده اول استخدام.
ثاني استخدام وذي غاية في الأهمية، شوفوا بتهلب الديسيجن ميكرز، تساعد أصحاب القرار إنهم يتخذوا قرار. لكن زي ما قلنا دي لها أذر كالكوليشن لحساب الكونفيدنس انترفال، ما هوش بالستاندر ايرور اوف مين. الآن شوفوا هذه الحالة. If decision makers decided that if the prevalence of influenza more than 6%، لو اتخذوا قرار انه اذا كان ناتج البريفلنس حق الانفلونزا كان 6% مو اكثر من 6%، they support the vaccinate the population، انهم حيعملوا support انهم يعطوا vaccination للpopulation. وقالوا if the prevalence less than 6%، they support the treat the population، انه كان اذا اقل من 6% حيعملوا support للعلاج، لكن لو كان اكثر من 6% حيعملوا support للجميل. تعالوا شوفوا الان الريزلت طلعت بيور 5%. احنا حنعمل سبورت ولا مش حنعمل سبورت للفاكسينيشن ولا للتريتمنت؟ تريتمنت صح؟ صح ولا لا؟ حنعمل سبورت للتريتمنت، لكن تعالوا ومش حنعطي فاكسينيشن خالص، هذا القرار حقي الان. تعالوا الان نشوف اللي حصل معانا، ان الرينج طلع من 3 إلى 9. برافو عليك. ليش؟ لانه انا عندي احتمال انه يصل الى 9، فبالتالي هنا حيتغير القرار حقي، لابد اني اعطي فاكسينيشن. الكونفيدنس انترفال حيعلى، فلابد اني اعطي ما نسميه بالفاكسينيشن، اذا حيتغير القرار تماما. ولذلك في الامور دي ما نستخدمش فاليو واحده، نستخدم 95% كونفيدنس انترفال. طيب الامر الاخر في العلاجات، ودي مشكله كبيره معانا، لما نقول مثلا الدراج اي كان الاولد دراج وطلع السكسس ريت 60% وماشيين عليه الناس، والحاصل اللي هو الافيلبل الموجود في السوق 60%. جاء نيو دراجز وقال لنا انه السكسس ريت حقه كبيور نمبر 70%، اذا فارق معايا 10%. اللي فاهم كويس يقول لا، انا عاوز اشوف الكونفيدنس انترفال، ما تخارجنيش القيمه الواحده. فشوفوا لو طلع لاتي، لو طلع في الاولد كان زي ما قلنا 60، والكونفيدنس انترفال كان ما بين 55 و85، والدراج بي اللي هو نيو طلع 70 زي ما قلنا، لكن الكونفيدنس فال من 40 إلى 90. اذا لن استخدم العلاج الجديد، العلاج حيوصل ل 40، اذا العلاج القديم كان افضل منه. فدي نقطه في منتهى الاهميه، فلا بد في الاشياء دي ان احنا نعمل الكونفيدنس انترفال حتى نعمل ديسيجن بشكل صحيح، ولا نعتمد على ان احنا نقرر بالرقم واحد. دي الاستخدام الثاني له. الاستخدام الثالث له انه يعطينا السترينث اوف اسوسيشن في الاودز ريشيو في الريليتيف ريسك. هنا شوفوا الاودز ريشيو 5، بس انا واثق 95% ان الريسك ذا كمان واقع من 2 إلى 8، انه قد يصل الريسك كمان ينزل الى 2 وقد يصل الى 8. فذي من ضمن الاسوسيشن، لما نستخدم اودز ريشيو ولا نستخدم ريليتيف ريسك نحط ال 95% كونفيدنس انترفال ونشوف الاودز ريشيو. هنا صحيح 5، يعني انه 5 مرات ضعف الاكسبوز حيكون الناس النون اكسبوز، لكن انا واثق 95% ان الانترفال بينهم من 2 إلى 8. فذي بس تعطينا قيمه الاسوسيشن السترينث حقه بالنسبه للاودز ريشيو او الريليتيف ريسك. شايفين هنا 7.3. احب بس اللي بعضهم بس نتاكد منها بسرعه. الان هذه اودز ريشيو، كيف اتاكد ان هذه 7.3 صحيحه؟ 7.3 صحيحه، اضربوها 55 في 20 على 150 حتطلع 7.3. بس هذه من ضمن الاشياء التولز اللي انكم تتاكدوا من نتائجكم صحيحه، انه فعلا الاودز ريشيو مكتوبه بشكل صحيح. طيب شوفوا طلعت 7.3 الكومبي، انا واثق 95% ان الريسك ذا ما حيكون ما بين 2.8 الى 18.9. فشوفوا كيف حيعطيني قوه السترينث اوف اسوسيشن، قد يصل الى 18.9. فدي من ضمن الاشياء اللي نستخدمها في الكونفيدنس انترفال. استخدام جدا مهم، واخر استخدام ولا تنسوش ابدا، وكل ما ذكرتوه ادعوا لي. الاودز ريشيو 6، شوفوا انا ما شفتش البي فاليو، انا ما شفتش البي فاليو، مجرد اني اشوف كذا احكم على العلاقه انها سيجنيفيكنت ولا نون سيجنيفيكنت. اشوفها بالشكل ذا اقول العلاقه نون سيجنيفيكنت. ليش؟ لانها حتمر بالواحد، الكونفيدنس ده حيمر بالواحد، واحنا اتفقنا من امس انه لما يمر بالواحد ان ما فيش اسوسيشن، اذا ذي نون سيجنيفيكنت بدون ما اشوف البي فاليو.
ولو عملها على فكرة حتشوفوها، وأنا شفتها كثير، حتشوفوها عامل سيجنيفيكانت، عامل الرينج أقل من واحد ومطلع البي فاليو سيجنيفيكانت، حتشوفوها كثير يعني، حتشوفوها كثير. طيب أعيدها بس عشان تترسخ في الأذهان. الأوز ريشيو 6، تصوروا تجي النقطة المهمة، يعني إن الإكسبوز 6 أضعاف النن إكسبوز، لكن مع ذلك ما هي سيجنيفيكانت. وحشرح البرنسبل بكرة، حشرحه ليش؟ يعني لو واحد جاي حاجزني يقول أنت تتكلم على إيش؟ هذا الآن الإكسبوز 6 أضعاف النن إكسبوز، وتقول لي نن سيجنيفيكانت، أيوه أقول لك نن سيجنيفيكانت، ليش؟ بكرة. طيب الآن شوفوا الذا، هذه الأوز ريشيو 3 وهذيك 6، هناك الكونفيدنس انترفال 0.9 الى 8، معنى انه حيعدي بالواحد، هذه اذا نون سيجنيفيكانت صح؟ وهذا حيعدي بالواحد، اذا هذه سيجنيفيكانت. اذا تصوروا بدون ما اشوف البي فاليو، وحتما ضروري تطلع صح، ولا في معايا مشكله في الاحصاء. طيب في نقطه مهمه جدا، اخر نقطه، المين والستاندرد ديفيشن والمين والتو ستاندرد ايرور اوف مين. شوفوا ساعات بعض الباحثين يحاولوا يضحكوا على الريفيور، يضحكوا عليه، يشوف العلاقه حقه المين والستاندرد ديفيشن عالي، فيروح يستخدم مين وستاندرد ايرور. وطبعا اذا انا مش عارف ايش درى، انا ماشي الامور، انا مش عارف. فشوفوا كيف الفكره حقها. الان جاتني بيبر، جاتني انه المين 100 والستاندرد ايرور 6 صح؟ طبعا كيف اعرف انا بدون ما اعرف، كيف اعرف الستاندرد ديفيشن حقه انه كان عالي؟ كالاتي، الستاندرد ديفيشن اضربوها ستاندرد ايرور اوف مين في الجذر التربيعي للعدد العينه، عدد العينه 100 10، الستاندرد ايرور كم؟ 6، 6 في 10 ب 60، معناها انه كان حقه الستاندرد ديفيشن 60. الان اقروها مين والستاندرد ديفيشن ايش هي؟ نورمال ولا نن نورمال؟ نن نورمال ديستريبيوشن. فهو هرب بالتعبير، بدل ما يعبر لانه غلط يعبر عليها بمين وستاندرد ديفيشن، فراح يعبر عليها بمين والستاندرد ايرور. ودي من ضمن الاخطاء، لا يجوز للتعبير الداتا بالستاندرد ايرور اطلاقا، يعبر عليها بالمين وستاندرد ديفيشن اذا كانت نورمال ديستريبيوتد. اذا ما كانتش نورمال ديستريبيوتد نروح نعبر عليها بالميديان ورينج، ودي نقطه في منتهى الاهميه. ولذلك كيف نكتشفها احنا؟ نكتشفها زي ما قلت لكم، القانون كذا، ستاندرد ديفيشن يساوي الستاندرد ايرور اوف مين في الجذر التربيعي للعينه، فالجذر التربيعي للعينه 110 والستاندرد ايرور هو 6، اذا واضح انه كان حقه الستاندرد ديفيشن هو عباره عن 60، والداتا حقه نون نورمال ديستريبيوتد داتا. الستاندرد ايرور اوف مين ليس له فانكشن واحده الا انه يطلع لي كونفيدنس انترفال، ولا يجوز اطلاقا التعبير عن الداتا بالمين والستاندرد ايرور، وانما يعبر عنها بامرين، بالستاندرد بالمين والستاندرد ديفيشن او بالميديان والرينج. لكن قلت لك هذه بعض الاخوه الكاتبين يهرب من الداتا، ما هياش نورمال ديستريبيوتد، فيروح يستغلها، فيقول لك المين اساسا يمشي مع الستاندرد ايرور، فيروح يكتب مين والستاندرد ايرور، لكن الاساس لا يجوز التعبير عنها بهذه الطريقه. والستاندرد ايرور اوف مين ليس له الا طريق امر واحد، وهو حساب الكونفيدنس، انتاج الكونفيدنس انترفال. الهدف اني لا اعبر بالستاندرد ايرور اوف مين بدل المين والستاندرد ديفيشن بس، لانه ما معناها الان انا مش عارف، لما اشوف 100 على 6 اقول ما شاء الله الداتا كويسه، الداتا قريبه من بعض، وهو اساسا ليس مجال للتعبير، هو فقط الستاندرد ايرور اوف مين ننتج به الكونفيدنس انترفال. في واحد من زملائنا في مصر يكلمني، طبعا واحد هو فاهم، فقال جات له بيبر، وعلى فكره الاثنين هم بيرسلوها لثلاثه، اثنين عملوها اكسبت خلاص للنشر، جات عند هذا الفاهم فعملها ريجكت، وعمل جاستيفيكيشن للريجكت ذا، ان الباحث استخدم ستاندرد ايرور اوف مين يعبر عن الداتا ولا يجوز له، وهو تحايل، بينما المفروض يستخدم مين وستاندرد ديفيشن. طبعا اكيد يستخدمه، وده يعني ديفنتلي رونج. اعيد، الستاندرد ايرور اوف مين ليس له الا فانكشن واحده، هو انتاج كونفيدنس انترفال. تفضلوا لو سمحتوا الاكسرسايز سي، الداتا ديستريبيوشن اسمه، تفضلوا.